أهداف أسطورية سجلت في الوقت القاتل. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. أجمل الأهداف، تلك هي الأهداف التي تأتي بالدقائق الأخيرة لتشتعل معها الملاعب فرحا بهذا الانتصار أو التأهل أو خطف بطاقة للوصول إلى المربع النهائي أو حتى الفوز ببطولة. تلك الأهداف التي تقتل عادة جماهير وتفرح جماهير أخرى، لذا سنشاهد في هذا الفيديو أهداف أسطورية سجلت في الوقت القاتل. لنبدأ. في هذه المباراة في دور 16 من كأس العالم 2018 روسيا، تصل الكرة بهذا الشكل إلى اللاعب مانزوكيتش لتخترق الدفاع الدنماركي ويسجل هدفا في آخر الدقائق يمنح به المنتخب الكرواتي للتأهل للمرحلة المقبلة. في المباراة النهائية للسوبر الأوروبي بين برشلونة وإشبيليا، وكانت النتيجة 4-4، ميسي يقوم بتنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة كما ترون، لكنه يسددها على مرتين عندما اصطدمت في الحائط لتصل إلى اللاعب بيدرو رودريغيز بهذا الشكل، منح بذلك فريق برشلونة اللقب. هذه الكرة الرائعة، أطلق اللاعب لينغارد لاعب مانشستر يونايتد هذه الكرة في الدقائق الأخيرة ليمنح فريقه الفوز والظفر ببطاقة تؤهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا. هدف في آخر الدقائق من لاعب برشلونة، فشاهدوا من هذه الضربة الحرة الثابتة كيف قام بتسديدها بعد أن حركها اللاعب بهذه الطريقة ليحرز هذا الهدف المميز. بعد هذه الكرة الرائعة والتمريرة الجميلة من لاعب المنتخب الفرنسي، تصل الكرة إلى هذا اللاعب والذي يضع هدفا يؤهل به المنتخب الفرنسي للدور المقبل من بطولة كأس العالم. هنا لاعب تشيلسي وفي الدقائق الأخيرة يسجل هذا الهدف الرائع والمميز بعد أن وصلته الكرة من زميله لتشتعل الملاعب فرحا بهذا الهدف الرائع الذي مكن تشيلسي من الفوز. هنا خطأ من الحارس يمنح به فريق أتلتيكو مدريد كرة مميزة ليسجلوا هذا الهدف الرائع وينتقلوا به إلى الإكسترا تايم، وفي النهاية يقصى فريق ليفربول من المنافسة. في نهائي كأس العالم 2014 بين ألمانيا والأرجنتين، هدف رائع للاعب ماريو غوتزي في الدقائق الأخيرة من المباراة ليمنح المنتخب الألماني لقب كأس العالم بهذا الهدف المميز. في نهائي كأس الأمم الأوروبية بين فرنسا والبرتغال، يتقدم اللاعب إيدير بالكرة بهذا الشكل مناطحا المدافعين وفي الدقائق الأخيرة من المباراة ليقوم بتسديد الكرة بكل قوته مانحا منتخب البرتغال اللقب الغالي الذي طالما حلم به. في نهائي الإثارة والجمال بين هولندا وإسبانيا، تأتي الكرة بهذا الشكل من اللاعب لتصل إلى فابريغاس والذي استلم الكرة من المدافعين بهذه الطريقة ليعطيها إلى أنيستا والذي يأخذ انفرادا ويضع كرة في الشباك، تمنح المنتخب الإسباني لقب كأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا. في نهائي كأس الملك وفي الدقائق الأخيرة بين برشلونة وريال مدريد، تأتي هذه العرضية من اللاعب دي ماريا بهذا الشكل إلى رأس الدون رونالدو ليسجل هذا الهدف القاتل في شباك برشلونة مانحا ريال مدريد لقب كأس الملك في هذه المباراة. هدف رائع بهذا الشكل بعد أن وصلت الكرة إلى لاعب أتلتيكو مدريد من تمريرة مميزة ليقوم بكعبه بوضع الكرة بالشباك، هدفا رائعا في آخر دقائق المباراة.
في هذه المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، تمريرة في العمق من لاعب ليفربول إلى ساديو ماني، والذي يعطيها مباشرة تمريرة إلى فيرمينيو، والذي يراوغ بها المدافعين بهذا الشكل الرائع والمميز ويسجل هدفا رائعا يمنح ليفربول هذا اللقب. في هذه المباراة للمنتخب الألماني ومنتخب إيطاليا، انظروا إلى أندريا بيرلو، والذي يعطي زميله كرة بهذا الشكل ليسددها من لمسة واحدة ويسجل هدفا مميزا منح به التأهل للمنتخب الإيطالي. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية، فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.